هذا مهندس شدوه الجندرم باش يقلبوا له الاوراق ديال الطوموبيل، ومن الزهر ديالو هاد النهار غيلقاو عنده ناقصه واحد الورقه مهمه. هادشي اللي خلى الجندرم يعيط للديباناج باش يديو الطوموبيل لفوريان، ومن اللي جا الديباناج باش ياخذ الطوموبيل الجندرم غيقلبوها عادي يصيفطوها لفوريان. ولكن غيتصدموا الجندرم اللي بداو كيقلبوا باللي تحت الكوسان كاين واحد الميكات اللي عامر المونتيف. هادشي اللي تلقى في الميكات خلى هاد المهندس كيطير ونزل وكيحلف اللي قسما بالرب ما كيعرفش حاجه في داكشي. ولكن ملي خذوه الجندرم باش يحقوا معاه بانت مفاجاه حتى شي واحد ما كان كيتوقعها، وخلات كلشي مصدوم في مول الفعل اللي دار داكشي. السلام عليكم خوتي، قبل ما نبداو غنبغي نقول لكم باللي شفت كاع داكشي في الفيديو الاخر، وصراحه والله تصدمت كميه الحب اللهم بارك، وصدمتوني تبارك الله بالنشر والناس اللي دخلوا الباج وداكشي كامل اللي درتو، خليتوني نشوف الاخوان. واش نبغي نقول لكم شكرا بزاف على داك الحب، وكما دعيتو مع اخوكم بالتيسير والتوفيق بغيت ربي يسهل اي واحد تيشوفني من هذا المنبر، ودعوه من القلب الخالص شكرا بزاف، وما تبخلوش من الدعم ديالكم. تحياتي وفرجه ممتعه. لافير ديال النار غتكون في شكل، شي مرات اكبر غلط كتخلصو في هاد الحياه هي انك تكون ولد الناس، وهادشي غتشوفو اجدي في هاد القضيه ديال اليوم. لافير غدينا مع عزيز، واحد شاف 30 من العمر ديالو دوز هاد العمر كامل هو كيتقاتل بحالو بحال كاع ولاد الشعب، من ايامات المدرسه تقاتل ورا الباك دورون الدنيا باش انت يعني تشد واحد البوست وتخدم انت واحد الخدمه اللي شريفه يعني وتفرح بها والديك وتهز بها راسك. من بعد ما غيسالي عزيز هاد الباركور كامل غادي يتوظف وغيولي مهندس ديال دوله، خدم في واحد الشركه تيسرات معاه والديه يعني يلا السيد خاصو يدي بلاصه، خاص الدري يمشي من مدينه لمدينه، والديه غيتعاملوا معاه حتى هما كان يعني مسك عليهم الله غيشرو لي واحد الطوموبيل، هي فاش غيولي يدي بلاصه الدري درويش كيعرف الخدمه ديالو، ما تيتحكى لا ما تي شي واحد يعني ما تيجبد للسطار ماشي واحد على الخدمه للدار الدار الخدمه. واحد النهار كما ديما وبالضبط بالويكاند الاخر ديال السيمانه اغلبيه ديال الموظفين تيساو الخدمه ديالهم، وبنادم كيمشي يحيد داك العيد ديال السيمانه ولا كيزهى شويه ولا كيتيفولا. هذاك النهار سال الخدمه ديالو في واحد المدينه وراجع للمدينه ديالو، وكما كتعرفوا اي طريق وطنيه كدوز معاه ضروري ما كتصادف يعني مع الناس ديال الجندرم كيديروا الخدمه ديالهم، وهادشي عادل بالنسبه لعزيز هو نهار كامل هو غادي جاي ديما كيدي بلاصه يعني ديما يعني عارف بلي الجندرم ديما يعني كيتلقاو كيبغوا يطلبوا الوريقات وديما شي وهزو. هذاك النهار شنو غادي يوقع؟ هذاك النهار سال الخدمه ديالو اخرت نهار راجع في الويكاند باش يرجع للمدينه ديالو من يشوف الوالدين ويدير داك البروغرام اللي باغي يديرو. نص الطريق غادي يلقى واحد البراج الجندرم بحالو بحال كاع الناس اللي سابقينه. الجندرم توقف الطوموبيلات الوريقات هذه الهويته على البشر كدا هذه، وصل هو وصلت النوبه ديالو. هذاك الجندرم غيوقف على عزيز بغا يطلب من الوريقات، عزيز غادي يطحن في الطوموبيل غيجبد هذوك الوراق كاملين وغيعطيهم لك الجندرم. الجندرم غادي يبدا كيقلب في هذوك الوراق بيرمي الكاردريز داكشي ديال الطوموبيل، ولكن كيقول ليه باللي الشريف راه ناقصك ورقه. عزيز غيقول لي لا الشيف راه كاملين تما راه مايمكنش تكون ناقصه ورقه وانا ديما كنجبدهم وغادي يجي في الطريق. هذاك الجندرم كيقول لي لا راه ورقه ديال التامين لاسيرونس راه ما كاينينش. وانا عزيز غيا ما يقلب في الطوموبيل يقلب هذه ما غاديش يلقاها، انا وجدته في شكال وراق ديما تما يعني مايمكنش لاسيرونس يحيدها ويحطها في شي بلاصه، وهادشي اللي مابغاش يدخل لعقلو وراق ديما في الطوموبيل ديما في بلاصهم ديما مطويين، شنو غيخلي الورقه تمشي؟ واش طاحت ليا؟ واش بغيت نطي شي براج اخر وراق وطاحت تما؟ هادشي غادي يخربق عزيز. وانا عزيز غادي يقنع داك الجندرم بلي راه مهندس دوله راه هادي راه خدام راه مايمكنش يعني نساها راه كنتحرك بها بزاف عادي دير شي حل. وانتوما عارفين الاخوان القانون هو القانون يعني لاسيرونس مايمكنش يعني جندرمي كيدير خدمته وما تيعرفكش وهادي يعني يقول لك صافي سير يعني يطبقوا عليه القانون ويقول له ودي راه ما كرهناش لك ولكن الطوموبيل خاصك تمشي لفوريان. هنا عايز غير عيام يصنع في الحلول، اذا شوف شي فوتوكوبي قديمه يبين لهم باللي لاسيرونس راه كاينه راه كلشي هو هذاك، ولكن الاخر ديال الويكاند والليل وهادي اصافي حيد الطوموبيل غتمشي لفوريان انسى. الجندرم غادي يعيطوا للديباناج وقالوا العزيز بلي الشريف طوموبيل غندوها لفوريان خصنا نديرو خدمة نقلبوها، شوف داكشي اللي خاصك حيد الوراق ديالو وحيد داكشي اللي غتحتاج باش تمشي الطوموبيل لفوريان. غادي ياخد واحد الفاليز ديالو غياخد يعني الحويجات ديالو اللي غيحتاج، جندرم غيدخلو للطوموبيل باش يبداو كيقلبو تيقلبو هادي ما غير قوا والو قلبو الصالون اللور ما لقاو والو كيقلبو تما، تا واحد الجندرمي غادي يقلع داك الكوسان وانا فيها تكون الصدمة. غيجبد واحد الميكات يعني في الاول كانوا ميكات عاديين ما فيهم حتى حاجة، وغادي يحلوهم غادي يلقاو بلاكات ديال الحشيش، وانا فين غتبدل المعادلة غيجيبو داك عزيز الشريف اش هادشي. عزيز ملي غيشوف داكشي غتخلط ليه الهضرة، لا والله ما ديالي شي حد دريتي شنو هادشي يعني
واش داكشي كيكذب ولا بصح ولا داكشي، ولكن باين فيه اني هو ولد الناس ما عمرو دار شي حاجه. كيحلف الجندارم بلي والله داكشي ما ديالي وراه ما فهمت والو، شي حد دارو ليا. بدا يسولوه هزيتي شي حد معك في الطريق وانت جاي؟ قال لهم لا، شي حد يعني وصلتيه معاك البارح؟ شكون كيركب معاك الطوموبيل؟ شي حد كيخدم معاك؟ قال لهم لا، كركبه بوحدي. ومنين جاك هادشي الشريف غادي يضربوا له المينوط وغادي يدوه لابريكاد. ملي غادي ياخذوه باش يحقوا معاه يعني كاي واحد يعني كيقوا عندك داكشي ولا داك المونتي بحال هكاك وتكون تاني ما داير والو طب تحلف. قالوا لي واه استاذ راه ماشي انت لاقيني كتكمي ولا لاقين عندك نويش ولا لاقين عندك طريفه ولا راه بلاكات تما ديال الحشيش، راه هادشي ثابت لك ثابت لك. ولكن عزيز بغيت تسطع عليهم تما. كيحلف وكيعاود وتيطير وتينزل وراه ما يمكنش انا راه مهندس دولة قلبوا عليا هادي. وفعلا ما كيقلبوا كيشوفوا يعني السيد ابيض ما عمره يعني مشى حتى 44 ساعه ما مدوزش كوميساريه حيت كان داخل الطريق العائله خدام مزيان الصالير مزيان الطوموبيل ديالو ودارو او اش كيدير بالحشيش تما. ولكن القانون كيبقى قانون، بقاو عندك الحشيش تحمل مسؤوليتك. عزيز ملي غبدا حقو مع الجندار مزيان وغيتعمقو معاه يقول لي دابا يقول لينا احنا بغينا نتيقوك كيفاش هاد الحشيش يكون جا لما كتعطي الطوموبيل. بقيت يفكر تيفكر تيفكر يقول لهم سقاو عندي واحد صاحبي راه هو اللي كانت عنده اخر مره قال لي بلي راه كيبغي يمشي للبلاد شوف والديه وما عندهمش طوموبيل يعني هو عزيز عليا كبرت انا وياه قرينا بجوج خدمنا بجوج نفس بلاصه في نفس الشركه راه هو اللي كيعطي الطوموبيل فقط ولكن ما يديرهاش يمكن شي واحد الحشيش تما ولا شي حاجه. والجندار بغى يسولو على صاحبو يقول لهم شكون هو يعطيهم المعلومات ديالو. غادي يعطيهم معلومات صاحبو غيكون ساكن في واحد المدينه وغيتواصلوا الجندار مع البوليس حتى هذاك صاحبو واحد النهار غادي يوقفوا عليه غفله ما يعرفش باش تبلا اش بلا مي وجدي واللي هربان واللي مقاتش السنا في راسو غادي يصدموا البوليس والجندار وغادي يوقفوا عليه. وقفوا عليه حدا دارو يقول لي انت هو صاحب فلان يقول لهم هذاك صاحبي خدام معايا في الشركه واش ما كاين باس اقول يدخل نهضروا معك. اقول لي بلي صاحبك راه شديناه ولقينا هادو الحشيش تحت الكوسين وبدا تيحلف بلي ماشي هو. ولكن ملي بدينا كنسولوه كيجاوب فينا قال لنا بلي هاد 3 ايام الطوموبيل كانت عندك ومشيت شي بالبلاد وبغينا نتاكدوا من هاد المعلومه من عندك انت. ولكن المفاجاه اللي غيصطاو مع خونا اقول له مش من بلاد ولا هاد السيد ما عمر خدم عنده طوموبيل هو خدام معايا ايه صاحبي ايه ولكن شي ما كاينش ما خدمش معنده طوموبيل ما مشيت لبلاد لا والو وراه كذب وراه باغي يلصق فيا هذا ولا شي حاجه انا خارج من هادشي. وانا الجندار في هذا الرم راسه والسيد كيحلف وتيعاود ويعني مخلوع ويقول لصاحبي كاع يكذب عليه. وانا فين غيقروا باش يقلبوا الدار ديال السيد اللي مشاو عنده غادي يقلبوا الصالون يقلبوا الكوزينه يقلبوا السيد اللي كان حاط الحشيش ضروري ما تكون عنده شي حاجه في الدار ويعني هو كان كيسبس في هادشي ضروري ما تكون عنده شي حاجه. ولكن البوليس غادي يبدا كيقلب 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 ما غيلقى والو ويقلبوا البيت الثاني ما غيلقى والو. دخلوا البيت الناس كيقلبوه ما كاين والو واحد الجدار ما يقلب داك المجر حتى غيشوف واحد العين وغتجي له واحد الحاجه اللي غريبه وغتريب كلشي. غادي يلقى ديك الورقه ديال لاسيرونس اللي ما لقاوش الجندارم عندك عزيز ملي شدوه في البراج غادي ياخذوها ويجيبوها للسيد. اش كدير عندك هذا الشريف؟ قال له ما دير ملي كيجي عندي يكون ساهه ولا طاحت ولا شي حاجه او ورقه ديال الطوموبيل غتجي منو الوراق دير رجلين وتجي عندك هنا ولا نساها غينساها في الصالون ينساها في بيت ناس ديال الضياف ينساها عندك في البيت ديال الناس ديالك في المجر. وانا فين غير ما ينطول الجندار ما غادي يديوه باش يواجهو مع صاحبو ويشوفو شنو كاين. غادي يجلس واحد هنا ويجلس واحد هنا وغيواجههم في لونكيط. عزيز كيقول لهم بلي راه عطيته الطوموبيل وراه خايف عند 3 ايام شباب البلاد وراه هادي وقال لي با مريض غنمشي نشوفو. ولكن الاخر كيقول لي انت كتكذب انت فين عطيتيني شي طوموبيل هادشي ما كاينش. والسيد كيكذب وبقى هذاك عايز كيحلف حتى مرضات الوالدين غادي تفكر واحد المعلومه اللي غتحدقو. اقول لهم حبس حبس بس النهار اللي جا عطاني السويرتات عطاهم لي قدام طوموبيل وكان العساس ديال الشركه حاضر. الجندارم غيجيبو هذاك العساس ديال الشركه غادي يحقو معاه ويقولو فعلا هذاك النهار اصلا اللي جا سايق الطوموبيل حتى راه ماشي مولاي عزيز راه صاحبو هو اللي جا. ومن اللي هنايا الشاهد غياكد الامور هذاك صاحب عزيز بقى عنده فين يهرب صافي الاخر عليه غيعترف ويقول شنو كاين. ومن اللي غادي يتزيرو بقى عنده فين يهرب غادي يعترف الاخوان بواحد الاشرافات اللي بصح صادمه. اقول لهم من الاخر انا اللي حطيت الحشيش وما حطيتوش تما عيني فيه على شي حاجه انا كنت باغي نصيفطو مره وما بغيت ندير لي حتى حاجه بغيت نصيفطو الحبس فاش تفك منه. الجندار يقول اش بغيت تفك منه مين واش داير لك هو كيقول راه صاحبك كبر معاك قرا معاك كيموج معاك اللي تبغي تدير لك اش بغيتي عنده تدير لك شي كامل. اقول لهم انا خدمت قبل منه في ديك الشركه وملي كنت خدام تما خدام انا مع واحد السيده سنين هذه وانا قاني عليها وغادي معاها بشويه بشويه وباغي نتزوج بها
وجا هو ظرف يعني وجيز هادي دغيا عمر معاه دغيا توالف معاه وعنده طوموبيل. هادي انا ما عنديش طوموبيل يعني بحال عجبات الطوموبيل ولا توصلها مره وصافي بان لي في البلان. تصدمت يعني باللي واحد النهار صافي يخطبها وغيتزوج بها وانا ما يمكنش خليها تشي طرا. هاديك السيده كيحلم بها يعني وكندير في اللي في جهدي عباش نوصل لها وناخذها. وبانت لي هذه الوسيله الوحيده اللي نقدر نصيفطو وتبقى لي هي. وهذاك عزيز ملي غيعرف هادشي وعرف الحقيقه وعرف الاعترافات غادي يبقى تيشوف. والجندار فهادشي يعني ملي سمعو تحقات غيخرج عزيز براءه يعني القلب يضر ذات الوالدين تتنفعك في بزاف ديال الحوايج. غادي يسولو داك خينا من جاب الحشيش غيوريهم واحد خونا معايته في البلاد واللي حضر ليه السلعه وغادي تشدو وياه في الحبس. وهكا عزيز غادي يخرج براءه. وبحال هاد البلانات اخوتي العزاز السبب ديالهم هو الحساد وكاين اللي غيقول غيره وكل شنو غادي يقول. ولكن اللي غنبغي نقول لكم الخوت حدي من القراب الف مره اما البعاد غمره وحده حيت العديان كتعرفهم مزيان اما القراب كيعرفوا اكثر من راسك وشنو كتعرف لهم انت صفر معلومه. هاد الميساج عندهم موليه. تحياتي الاخوان واللي وصلت لهنا يخليت خربيشه كنتسنى التعاليق ديالكم وداكشي اللي كديروا. ومرحبا باي واحد الى وصلت لهنايا كنذكرك باش تدخل معنا تشوف راسك واش شاركتي ولا دخلتي معنا الباج. الى اللقاء تلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي.